بمناسبة اختتام فعاليات أسبوع الفرانكفونية الذي أحيته البعثات الدبلوماسية للسفارات الناطقة بالفرنسية في الأردن، رعت السفيرة اللبنانية بعمان تريسي شمعون في مركز الحسين الثقافي راس العين حفلاً أوبراليًا بعنوان رسالة محبة من بيروت إلى عمان. شارك في إحياء الحفل الذي حضره البطريرك فؤاد طوال والمونسنيور غازي خوري، السوبرانو ميرا عقيقي، والتانر نادر عواد، ورافقهما عازف البيانو فارس قاقيش، فيما قرأ الشاعر الدكتور إسحاق عقيقي عدداً من قصائده باللغة الفرنسية بمصاحبة المايسترو اللبناني جون كيروز على البيانو. حضر الحفل أيضاً عميد الجالية اللبنانية في الأردن المهندس فؤاد أبو حمدان، وممثلون عن البعثات الدبلوماسية الناطقة بالفرنسية وأبناء الجالية اللبنانية وحشد كبير من المدعوين. أمسي اليوم برعاية السفارة اللبنانية، جينا من لبنان ومن الأردن على الأردن على بلدنا الثاني حتى نحيي هالأمسية مثل كل سنة. هي أمسية كانت بتضم الموسيقى الكلاسيكية الأوبرا وكمان عزف على البيانو وشعر، ضمت يعني عدد كبير من الفنون، والفن هو رسالة سلام. نتمنى أنه نكون عن جد حملنا رسالة سلام وحب لهالبلد من لبنان على الأردن ولكل العالم. صراحة تفاعل الجمهور كان رهيب. الجمهور الأردني بيسمع لآخر نوت، يعني بينطق تتخلص آخر نوت، هالقد بيحترم الموسيقية وهالقد بيحترم الموسيقى. مش معقول هالجمهور شو حلو. كمان كان في تواجد لبناني كتير كبير، كان في حماس بالآخر. حسيت حالي عم دق ببلدي. بتعرف الأردن ولبنان كتير نحن مش ببعضنا بالشكل بالثقافة بالكلتشر بكل القصص. أمسي أنا حبيتها والجمهور كمان حبه، شو بدي أكتر من هيك. شكرا.